منورنا استاذ محمود الحفناوي وزوجته امينه طارق، اهلا بكم مره تانية. طيب خلينا نبدا باستاذ محمود، انت حصل ان امينه جت قالت لك بعد الجواز انا حاسه انك ما بقتش تحبني؟ بصراحه كده احنا داخلين فيك شمال على طول كده. لا يعني هو طبعا يعني في احدى الخناقات، في احدى الاختلافات، في احدى بص بتضحك على طول. هي ما بقى يعني مش ما بقتش تحبني، ولكن انت يعني ممكن مثلا انت زهقت مني ما هو ده يعني مرادف صح. ماشي، دي احد التعبيرات عن هذا المعنى. انت وقتها بتشوف بيخضك الكلام بتاعها ده، ولا انت بتشوفه ان هي ازاي فاهمه كده او بتستغرب رايها ده؟ هو انا طبعا يعني هو احنا يعني لما الظروف بتبقى ضغطه لدرجه ان امينه تقول لي كده، يعني ببقى انا شويه مستوعب هي بتقول كده ليه، يعني ممكن عندها ظروف ضغطه جامد او وده عادي يعني وارد وبيحصل في كل البيوت طبعا. طبعا. وبعدين انا كمان ظروف شغلي يعني اسبوع معاها اسبوع شغل مزرعه، يعني ساعات برضه بضغط عليها مسؤوليه هنا الكلام ده، فلما هي ساعات بتقول كده بديها عذر طبعا، ولكن ببقى برضه يعني مش قادر اصدق هل انا تصرفاتي بتوضح لك فعلا ان انا زهقت يعني زي ما حضرتك بتقول، بس هي ما قالتهاش الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله. طب امينه انت يعني بحكم ان احنا بقى في عالم السوشيال ميديا والكلام ده كله طول النهار بنشوف صور، انا وانت يا اختي والستات اللي بتتفرجوا علينا دلوقتي طول النهار بنشوف صور اتنين حبيبه واتنين بيتفسحوا على البحر في المالديفز واتنين مش عارفه بيعملوا ايه، واحنا قاعدين في المطبخ بنطبخ ونغسل ونشتغل وحاجات كده، ما بتحسيش ان ايه ده، هو انا جوزي ما بيحبنيش ليه زي الاستاذ اللي في التلفزيون دوت، ولا في البرنامج، ولا في السوشيال ميديا في الصوره؟ هو اكيد طبعا السوشيال ميديا ليها تاثير على حياتنا كلنا في كل الاتجاهات، يعني في الجواز طبعا زي ما حضرتك بتقولي صور الورديه بتاعه الحب دي ده غالبا ما بتيجي في الخاطره مره كل فتره كده، ان الواحد ليه مش حياته مش كده، او ليه مش عارف يظبط الحياه مع جوزي او كده كده. بس انا الحمد لله يعني مش بكمبير، بس بتقارني غصب عني بقول لينا احنا الاثنين يعني ليه احنا مش عندنا الفرصه دي، ده اللي ممكن يجي في بالي. نعم. انا هنا هسال مولانا بقى، ده مهم جدا جدا، ده اسمه الصمود الزواجي. عارف حضرتك زي ما الرسول الله قالوا له فنظل في نسال اسئله لو اننا لا نام في الدنيا ان نتكلم بها، يعني احنا يعني ندفع الفلوس كلها بس احنا ما نقولش الكلام ده. قال اوجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صريح الايمان، اللي هي فكره ان تجيلي الخاطره فادفعها، ده اسمه الصمود الزواجي. تجيلي خاطره انا ليه مش عايشه الحياه دي ابعد، وبعدين تبعد عني. تجيلي خاطره بصوا صاحبتي مش عارفه عملت ايه ابعد، هي وجوزها عصفورين ابعد على طول. ده الصمود الزواجي اللي بيدل على ان الناس متزنه. طب يا دكتور، هو احنا كستات مش من حقنا ان احنا نعيش الحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا ده؟ يعني هل حق المرأة انها تعيش الرومانسية دي ولا مش من حقها؟ طبعا من حقها، بس مين قال ان هي دي الرومانسية؟ مين قال ان هو ده الحب؟ الحب ليه الوان كتيرة جدا جدا، احنا بنعمله عند ميت، بنعمله على شبهنا. ده شبهنا بقى. دي مش شبهنا، دي شبهنا. يعني ايه شبهنا؟ شبهنا دي الشبه اللي بتلقى على الحب، على الحب فبتعكره. بص استاذ محمود انبسط جدا طبعا من الكلام دوت، لانه من غير ما اعرفك انا ما اعرفكش، بس يعني زي جوزي في البيت وزي كل راجل، انت شايف ان دي شوهات ملهاش لازمه على السوشيال ميديا ومش المفروض ان ده يحصل صح، ولا انت مع فكره ان عادي تعبر عن حبك لمراتك؟ مش عايز اقول شو، بس يعني انا اصلا انا في اعتقاد شديد على حته اظهار العلاقه الزوجيه واظهار اي ريليشن في السوشيال ميديا، دي حاجة أصلاً برايفت. دي حاجة إيه؟ المفروض إن أي حد يعني دي حاجة خصوصية جداً. برايفت. صح. أياً كان بقى أنا طلعت فين ولا رحت فين، أنا ما حدش ليه دعوة. يعني أنت في أول نقطة، في نقطة إن هي كاستم ميد قوي. عارف حضرتك اللي بيقوله محمود ده؟ فكرة إن إشاعة الكلام ده خصم من السعادة. السعادة كل ما بتبقى ما بين الطرفين كل ما بتكون كل طرف حاسس إن هي ليه هو خاصة. وجزء من مشاعر الحب ان انا احس ان ده
برايفت ليا انا زي ما قال محمود. ومفيش مجال بقى ان الشيطان يدخل يقول هو بيعمل كده عشان يفرج الناس او هي بتعمل كده شو او هو بيعمل كده، خلاص ده حاجه بينهم محدش شاهد عليها غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني انت عمرك يا محمود ما مثلا في عيد جوازكو كتبت لها بوست كده حلو على الفيسبوك، مراتي حبيبتي كل سنه وانت طيبه، انا سعيد ان احنا مع بعض، مش امينه بتقول لك لا ومش مبسوطه يا عيني يا امينه نفسك صح؟ طبعا نفسك. لا هو بصراحه ساعات طبعا بيكون نفسي، بس عادي يعني، انا مش دايما بقعد اراجع مع نفسي حتى بيني وبين نفسي انه مش هو ده الطريقه يعني، او مش هو ده اللي انا منتظراه. عقله والله يا امين، زي ما بنتنا زي ما يعني زي ما الشيخ عمرو قال انه ده احنا لازم نتعلم برضو ان ده شو يعني، ده نعم. مش ده المعنى الحب، لان انا لو كل مره قعدت اقول انه ليه ما عملتيش كده وما رجعتش مع نفسي للحظة إن لا مش هو ده، أو لا أبص على الحاجة اللي هو عملها بيني وبينه وأكتر. حلو، إذن أنتوا الاثنين متفقين إن مش ده التعبير الحقيقي عن الحب. خليني أسأل بقى أستاذ محمود، أنت بتعمل إيه عشان تعبر عن حبك لمراتك اللي هي الصيانة اللي دكتور عمرو اتكلم عنها؟ أنا يعني على قد ما بقدر طبعا يعني بحاول دايما يبقى في اي وقت موجود ان انا كلها بالكلام، يبقى باللغه اللغه الاولى لغه الكلام تمام. وطبعا يعني ايه لو اساعد مثلا في مسؤوليات ضغوطات الله الكلام دي لغه ثانيه من لغات الحب الخمسه، انك بتساعد مراتك وبتقف جنبها. انت عارف موضوع لغات الحب الخمسه ولا بتقول بالعملي كده؟ انا ممكن اقوله لهم في خمس لغات بس. على فكره يا شيخ فكره سيد محمود، ما ينفعش تقول في اول الكلام ده على قد ما اقدر. ليه بقى يا مولانا؟ لان ما فيش حاجه اسمها علاقه على قد ما اقدر. دي تبقى علاقه، لازم العلاقه ان انا اقدر. يعني لازم عشان الحب يدوم انا لازم ابذل. ابذل يعني اعيش. لا هو بيتكلم بواقعيه على ما اعتقد، اللي هو بحكم شغله هو اسبوع. ما هو دي نصيحتي دي انا نصيحتي دي ان ما فيش حاجه اسمها ان انا بحب حد على قد ما اقدر. على قد ما اقدر ديت موجوده. بس انا بقول له ان هو لازم يخصص وقت. يخصص وقت يحطه في الاجنده. لازم يحطه في الاجنده. ومعنى ان هو يحطه في الاجنده ان دوت ما ينفعش حاجه ثانيه. والله انا عندي زي ميعاد الدكتور كده، زي ميعاد ميعاد الشغل المهم، زي ما لازم يبقى في وقت مخصص للبيت محدش يجي جنبه. فالحاجه دي مساله مهمه جدا جدا. وانا اظن محمود بيعمل كده، بس هو بيقول على قد ما اقدر، على انه حاسس انه مقصر عايز احيانا، لا عايز يعمل احسن من كده. صح يا محمود؟ اه ممكن يا سيدي. صح، دفعت عنه تمام. ايه طيب امينه، خلينا نقول انتوا ربنا رزقكم باولاد ولا لسه؟ بنت دنوته، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يخليها لكم يا رب. انتوا حريصين ان انتوا تفرجوا امينه عندها قد ايه؟ انتوا متجوزين بقى لكم 3 سنين، هتبقى امينه لسه بيبي يعني. هي صفيه عفوا عندها سنتين. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها. حريصين ان انتوا على المستقبل، فكرتوا مع بعض فكره ان انا عايز بنتي تكبر تشوف الحب اللي بين بابا وماما عشان هي تبقى عندها الاشباع ده، فلما تختار صح؟ فكرتوا في الحته دي ولا لسه بدري عشان يعني بنوته لسه صغننه؟ يعني هو احنا يعني ممكن نكون بناخدها بطريقه ثانيه، يعني مش ان انا اوريها الحب ازاي، او ممكن ان احنا يعني دايما قصادها ما يبقاش في اي مشادات او اي نقاشات حتى. برافو. دايما نخلي الحال قصادها ابننا عائل كمان. فاميلي. ابننا عائل كمان. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. استاذ محمود ومدام امينه، انتوا عملتوا دخلتوا في الدوره التدريبيه مع في دار الافتاء صح؟ دار الافتاء المصريه الدوره الخامسه. الدوره دي عملتوا بيها بكل الكلام بقى اللي اتقال وكده، ولا حاسين ان لسه في حاجات ما كانتش عملي، يعني في حاجات كانت نظري اكتر منها عملي؟ لا ما كانش فيها كلام نظري. هو بصراحه يعني انا دايما بقعد اقول انا لولا التدريب ده ما كانش في حاجات كتير قوي هتتفتح في مخي كشخص، يعني على حسب شخصيتي كمان، لان انا دايما حاجتين بحاول اعمل بيهم كان الشيخ عمرو دايما يعني بياكد عليهم، هي لغه الحوار ما بين الزوج والزوجه وترجمه اللانجوج بتاعت كل حد فيهم.
حتى يعني من ناحية أنا كست حتى اتعرفت على نفسي أو اتعرفت إن لغتي إيه، فأقدر أشوف إن مثلا محمود هيستقبل كلامي بأنهي طريقة، أو المفروض أبين اللي أنا عايزة أوضحه ده بأي طريقة. جميل، منتج جمال. ومثلا يعني في حتة مثلا كان الشيخ عمرو بيقول إن لغة ترجمة لغة الراجل اللي هو دايما بيحب يحس إن هو في الإنجاز يعني ممجز وكده، فدايما بحس إن أنا من واجباتي أو من حقوق كمان محمود عليا إن أنا أوضح له قد إيه أنا فاهمة حاسة بيه، بساعده يعني برافو، مستوعبة الحاجات اللي هو بيعملها مقدراها. ما شاء الله لا قوة إلا وحاجة بالله. تانية إن إحنا نخرج من الصور النمطية اللي إحنا للأسف كنا يعني الناس بتنصحنا بيها كمان قبل ما حد يتجوز، دايما تلاقي حد بينصح based on الاكسبيرينس بتاعته الشخصية أو الصور النمطية اللي موجودة في المجتمع انت قلتي ملناش دعوة، ده. احنا هنصنع احنا عالمنا احنا ف اه ده فعلا لولا التدريب ده هو ده اللي خلاني استوعب قد ايه في فعلا في حاجات الواحد بتبقى موجودة غصب عنه في مخه، ولما نتعلمها بنكتشف ان ده ناتج عن كلام سمعناه او عن صح، تجارب مليون في شفناها المية حوالينا موافقك. مش تجاربنا احنا. نعم، فدي حاجة من الحاجات فعلا المهمة قوي اللي خلت الواحد يخرج من الانا بتاعته ويخرج من قيوده، او اللي هو انا لازم اعمل لما اتجوز يحسب واحد اتنين تلاتة، هو لا مش لازم، هو على حسب صح. الزواج ده ايه اللي هيحصل فيه. أستاذة أمينة وأستاذ محمود أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهاردة، وكان كلام بجد من القلب القلب، بعيد كل البعد عن فكرة إن إحنا بنقول مثاليات يعني، بشكركم جدا.